كلهم كانوا فرحانين وأنا بعد كنت فرحان وبعدني فرحان يا مجنونة. بعدك تتذكرها؟ وكيف ممكن أنسى المجنونة يا مجنونة؟ أنا عقلة ما مصدق إن إحنا تزوجنا وبهذه السرعة. الله يخليك يا عمي سلام. أنا معاك بس ما كأن المصاريف اللي انصرفت كانت شوي أكثر من لازم. عقيلة أنت بديتي؟ خلي عني سالفة البخل هذه. بخل؟ هذا حرص. يعني ما تريد زوجتك تكون حريصة عليه؟ أريد بس ما تكون بخيلة. بس لا تبوزي لا تبوزي لا تبوزي. خلينا طبيعيين ونعيش على طبيعتنا، إيش رأيك؟ بس أنا ما بخيلة لهذيك الدرجة. خلاص أنا آسف ولا أنا بخيل. معلوم الفرصة عندنا الحين ما نبلاش. الشركة بين يدينا يا أبو زاهر. أنت أكيد فقدت عقلك. قول إنك تمزح يا مطر. هذا الكلام ما فيه مزاح. هم الحين في أجازة سلام وحارب وعقيلة وأنا وأنت الحين مشي أعمال الشركة. نقدر نطلع على شوي وشويات ونطلع بفايدة ما نبلاش. أيوة بان على حقيقته. بين نواياك يا نافع. يا أبو زاهر لا تضيع الوقت بهذا الكلام. الفرصة ما تتكرر. والمثل يقول إذا غاب القط يلعب يا فار. بس أنا ما فار. ما فار يا مطر. ويقول لك المال السايب يعلم السرقة. أنا ما نص وراح أبلغ عنك أصحاب الشركة فهمت؟ بلغ على أقل من مهلك. والله ما راح تصير أحسن. Thank you.
نافع هذا عقل مثل العصفور مرة يصدق. ما دام الكلام طالع من لسانك انت يا الحصيني فاكيد بيصدق. دراك انت اللي طلبت بتختبره. نافع هذا عند الثقة. اقول لك سلام. انت ايش فيك؟ انت ايش سالفتك؟ مرة تبى تختبرني انا مرة نافع. ليش ما تختبر نفسك انت وحارب؟ ليش انت شفت علي شيء وعلى حارب؟ من زمان من زمان طويل شايف عليكم اشياء. مطر جوز. هذا ايش اللي جايبنا؟ لا يكون يريد يطبق سالفه ضربني وبكى سبقني واشتكى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. زاهر تفضل. ابوي انا استاذنكم. ايه اروح عنكم. الظاهر ان ابو زاهر فؤاد متروس وعنده شيء يريد يقوله. مع السلامه. ايش جاي يسوي هذا الثعلب الماكر هذا؟ ايش جاي يسوي؟ اهدى يا ابو زاهر اهدى وانا بخبرك عن كل شيء بعدين. اهدى. وين الشاي يا جماعه؟ هذا ما كانه رشيد؟ رشيد رشيد. خلاص انا كشفتك على حقيقتك. ايه انا اريد اعرف انت ليش زعلت الحين. لا ومسوي نفسك ما تعرف. جالس تبتسم حال اجنبيه قدامي. بالله عليك يا عقيله تغاري من ابتسامة صغيرة مثل هذه؟ وبعدين انت شفتي صدمتني شوية واعتذرت وخلاص. خلاص؟ يعني ما صار شيء لما اعطيتها ذيك الابتسامة العريضة؟ ولما تقولها it's okay see you later. ليش؟ ليش تبتسم لها؟ انت سمعتيني اقول see you later؟ انا ما قلت see you later. وبعدين ما ابتسم لها ايش اسوي لها يعني؟ اكفخها كف؟ ايوه اليوم تبتسم الوحدة بكرة الله أعلم إيش بتسوي. عقيلة نحن أسبوع وعايشين مرتاحين ليش تغاري الحين؟ ليش؟ أسبوع كفاية يلا نرد. رد نرد اليوم قبل بكرة. يلا الحين. Thank you.
وكيف حال العمه هند الحين؟ والله هند زينه، بس ما راضيه تروح المستشفى، ما ادري ليش. المهم انت كيفك مع عقيله؟ مالك خير؟ صاير شيء؟ بصراحه يا عمي عقيله تغار اكثر من اللزوم. تخيل تتصل فيني من اطلع من البيت لحد ما ارجع، واذا رحنا السوق او مجمع تجاري تطلب مني اني امشي وراسي في الارض. انا رشيد العسل، هذا الشيء صعب علي يعني، تعرف. عارف انه صعب، هي ما عارف انك دائما مشغر على فوق، لكن هذا يا ولدي يا رشيد دليل على المحبه. والله ايش اقول لك بس يا عمي. شوف يا عمي، هذه المرة السابعة اللي تتصل فيها. اسمع. ايوه عقيلة. مالك ترد عليك انه ما عاد منك اني متصله؟ ولا تصف مكالمة ثانية حضرتك؟ عقيلة خير، ايش في؟ وبعدك نازلني في التليفون؟ ما حسيت سكر فوقي مرة واحدة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عقيلة خير، في شيء؟ ها؟ طيب طيب أنا جاي حالا. سلامتك خير؟ مثل ما سمعت، وين راسها ثقيل؟ إذن يلا تحرك وديها المستشفى ومر على عمتك هند وخذها معاكم، وأنا جايكم في الطريق إن شاء الله. يلا تحرك إن شاء الله. توكلنا. حارب، أنت طالبني علشان إيش؟ يا ريت لو تدخل في الموضوع مباشرة، ترى أنا وقتي ما مال بلاش. فاهم فاهم، أنت وقتك مال ذهب. أنت ما تحب مصلحتك؟ مصلحتي أنا بروحي؟ النص بالنص، لا من شاف ولا من دفع. ما فهمتك. أشم ريحة فلوس مال بلاش. حارب وضح أكثر، وضح. بوضح لك يا مطر، واسمعني زين. ملف المطالبات بكل خلفياته معك، أبغاك لما تستلم الفلوس تحرق هذا الملف بكل محتوياته، والقسمة بتكون مناصفة بيني وبينك. ها اخوتي، ها هذا هو الربيع اللي انا ادور عليه من زمان. حارب هينك ابوي انت من زمان، هينك. انا موجود، موجود يا مطر، لكن جالس انتظر الفرصة المناسبة. بس اخاف هذا امتحان. لا 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 لا، اي امتحان يا خلاص، زمن الامتحانات ولت الحين، الكل يثق فيك. وانا ايش اللي يضمن لي انك معي صافي النية وما تروح تخبر سلام ولا عقيلة من وراك؟ انا لو باغي اخبر عليك كنت خبرتهم من زمان على اللي جالس تسويه من وراهم يا مطيران. انا اخبر عليك انت. ايش قصدك؟ أنا ما سوي شيء مورا. أنا بقول لك إيش قال تسوي يا مطر. أنت صار لك مدة تحصل فلوس الشركة وتدخلهن في حساباتك في البنوك، على أمل إنك ممكن تستفيد من السحوبات، ولما يسألوا عنهن تسحب الجزء المطلوب ثاني يوم على أساس إنهم يثقوا فيك ويقولوا هذا الإنسان يشتغل زين. لكن أنت تسوي العكس يا مطر، أنت تدخل كل حسابات الشركة في حسابك الخاص، والدليل حساباتك اللي في أكثر من بنك. هذا الكلام صحيح ولا لا؟ وأنت كيف عرفت؟ أنا الحمامة قالت لي. شوف يا مطر، أنت الآن
حبيبتي. ما دام السالفة كذي أشكره وعلى المكشوف فما في مانع إن نطلع بقية الأوراق. أنت لا يمكن تمسك لي شيء. موهوم موهوم يا حارم. أقول لك مثلاً عن القروض البنكية اللي ماخذنهن من البنوك بضمانة بعض الأراضي والمشاريع الخاصة بالشركة. أنت جالس تخرف. يلا عاد كلامي أنا الحين صار تخريف. أنت مثلي تموت في شيء ما لبلاش. وإذا تريد أعطيك أسماء البنوك أنا حاضر. أنت كيف عرفت؟ ترى الحمامة اللي قالت لي هي تصير بنت عم الحمامة اللي خطرتك عني. أسميك ما أسهل يا الدلالة. إذا أنا أقول لك ترى هذا زين عشان يعني يضمن الواحد إنه ما يخبر على الثاني، ما كذاك؟ كذاك ونص. أنا من أول أقول إني أشم ريحة فلوس مال بلاش. أموت أنا في شنبك. عقيلة حبيبتي طمني إيش فيش؟ مبروك زوجتك حامل. إيه مبروك مبروك يا عقيلة يا حبيبتي مبروك. يلا تحرك وصلني البيت. يلا ها خدت الدواء لبطني؟ اي خدت. ايش قالوا لك؟ ما قالت عندك الضغط ولا السكري؟ لا الحمد لله انا بخير ما في ليش. الحمد لله. لا معلش. ايش الاخبار؟ علامة اشوفك تنفخين خير؟ وديني البيت ان شاء الله. وديك البيت. وانت تراجعين هالمستشفى وما راضي تقولي لي ايش عندك وانا طول الوقت مشغول عليك. والله ما اعرف ايش اقول لك يا سلام. انا روحي ما مصدقة. قولي لي ايش عندك عشان اطمن. ريحيني الله يريحك. سلام انا حامل. ولا بعد مثلك حامل هم هالمغصل لي. ايش قلتي؟ انتي حامل؟ ايوه سلام بعد كل هالسنين انا حامل. ايش هذا المزح يا هند الله يهديك. خلي عنك هذا الكلام الحين. عندك حق ما تصدق. انا نفسي خبيت عليك 3 أشهر لما عرفت نفسي اني حامل مع عقيلة. قلت انتظر لما صدق. قلت يمكن يكون حمل كاذب. لكن الدكتورة أكدت لي اليوم ونصحتني بأني أخبرك. كذاك لما أسألها تقول لي المدام بخير وما تقلقش. أصرك أنت اللي طلبت منها تخبي. زين ليش؟ عشان أتأكد. فرحان فرحان وبس. فرحان وفرحان والطلبينة بيجيك لعندك وأبي عشارة منك بس موجود. فرحان يا عالم. هدى هدى عامل فرحان يا عالم.
لله رب العالمين. الحمد والشكر لك يا رب العالمين. يا هامل يا هند. كذاك ابغاك انت لما تبغى تشتغل ما حد كماك ابدا. اقول مطر اتكلم بعدين في الموضوع. يلا مع السلامه. اشوف شغلك كله صار الحين مع مطر. شغل يا لطيفه هذا شغل ما شاء الله يهديك انت. حق بالله عليش انا اقبل على مطر. انا اقصد الحين اما اول لا. انت تبدي بموضوع وفراسش موضوع اخر. لا تقوم تحفري وراي. خلا هاتي قولي مو عندش. انا حيدني شريكتك واريد اطمن على فايدتي. فايدتي تاخذيها كل اخر سنه ما ليش الله يهديك انت. كل اخر سنه فهمتي؟ انزين بتقي اخر السنه وبنشوف. اقول حارب تصدق انه حامل؟ انا مصدق بس انت اللي ما مصدقه. قاسه تساليني هذا السؤال اكثر من 100 مره. تعرف انا لو عارفه ان هند حامل كنت لو انا حملت. تو المسكينه جالسه تنتظر هذا الحمل سنين وانتي جالسه تحسديها. نوبة انت تحسد سلام وتغار علي. هذا كان زمان تو خلاص. ايش اللي تغير؟ تغير كثير. هاي سلام ود عمي والحين هو مشغول بزوجته فانا يعني ادير الشركه بالنيابه عنه مفهوم؟ سلام ما يحتاج كلابي. لا يحتاج ونص. انت لازم ترتاحي. انت تارك شغلك مقابلني ما يصير كذا. يعجبني دلع الحوا يعجبني. انت تقولي ما يحتاج وفي داخل تقول يا ربي زيدني تسريع ومراعاه. يا سلام على الصحبه. يا سلام على الابتسامه الجميله اليوم. سلام انت طول حياتك مهتم فيني. انت يا هند لو طلبتي لبن العصفور بجيب لك اياه. لا تورق نفسك. لبن العصفور هذا من وين بتجيبه؟ كلام مسلسلات هذا. تراها كلمه انت مره صدقتيها. لازم اصدق دام انك تارك شغلك. رشيد يقول انه مطر وحارب صايرين مثل الطقم وما يتفاردوا. اخافهم يتلاعبوا بامور الشركه. لا تخافي لو سوي اي ملعوب بكشفهم بسهوله. سلام ده ما لعبه. ولو بعد الحذر واجب. تعرفي يا هند انا مسمي حارب ومطر سنانير الحله. كل ما يتضاربون كل واحد يخبر على الثاني. يعني انت ماخذ بالك منهم؟ طبعا ومحضر لهم ملعوب بعد وتاكد اني بكشفهم اذا سوي اي غلط من وراني. ما عليك انت قلنا خلاص. يلا كليك لي حبيبتي كليها. سلام باكي مو باكي. لا لا ماشي ماشي كلي كلي يلا. هذي وايد ما اقدر اكل كل هذا. هذا الحامل لازم تتغدى مالك. الله يهديك ما عندك. يا جميل يا جميل يا جميل ايش بعد ازيدك؟ بس بس والله بس يلا طبعا يا جماعه الخير الاجتماع هذا جاء رغبه من الاستاذ سلام المدير العام. احنا كنا موجودين يا ابو زاهر. تفضل قول اللي عندك. عمر انا طلبت منك ان مطر يكون موجود. وينه؟ والله يا استاذ سلام من ناحيتي انا اتصلت به ووعدني انه بيكون في الوقت المحدد هنا. من متى هذا المطر يحضر اجتماعاتنا؟ مالك يا حار انا بغيت يكون موجود لامر مهم. بس هو مجرد موظف يا جماعة وكيف ممكن احنا كإدارة نتخذ قرارات قدام الموظفين؟ صح لسانك. هو هذا الكلام اللي بغيت اقوله. انا ما طلبت مطر من فراغ يا حارب ويا عقيلة لاني فاهم شغلي زين. يا جماعة الخير خلونا نبدأ اجتماعنا بالأولويات ومن ثم نعرج الى موضوع مطر. ايش السالفة؟ إصراره على وجود مطر هذا ما طبيعي. سويتها يا مطر. أكيد حارب غدر بي ولا ليش هم طالبين في اجتماعهم؟ لكن
كيف يمكن يسويها وهو عارف اني ممكن اكشف اوراقه؟ ما عليه اخوتي ما عليه، مطار بعد ما اخذ احتياطه، واذا كان حارب يظن انه صادني يكون غلطان، لاني قبل لا انصاد يكون هو كو 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 في القفص. في الحقيقه ولا يخفى عليكم، اتضح خلال الاشهر الماضيه ومن خلال بعض المعلومات السرية والخاصة جدا جدا أن هناك تلاعب في أمور الشركة. لازم تعرف يا سلام وتعرفوا كلكم أني ما أنا اللي جالس أتلاعب في أمور الشركة. والحين من قال أنك أنت تتلاعب؟ أنه تتكلم وحاط عينك في عيني. كيف يعني؟ تريد أغمض عيوني وأنا أتكلم؟ ترى أنا أشوف عليك مثل ما أشوف على الجميع، إلا إذا كان صاحب المعنى يستعلم هذا شيء آخر. يا عم سلام، حتى نبعد عن سوء الظن يا ريت لو تدخل في التفاصيل. عذروني على التأخير، كنت مشغول مع جماعة، لكن الحمد لله خلصت وحصلت المبالغ. ولا إيلس 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 يا مطر إيلس إيلس شاب. تفضل يا سلام، من اللي يتلاعب بأمور الشركة؟ بداية أنا. أنت؟ الاعتراف بالحق فضيلة. الحين طحت بلسانك يا سلام، أما حقيقة والله هاي طريقة جديدة هذه، تتلاعب بأموال الشركة وتعترف وبعدين تقول سامحوني. الحين حد سمحني أنا قلت اللي قاله حرب؟ طبعا تقول أنا، يعني أنت اللي تتلاعب أموال الشركة. أنا أقصد أنكم تعذروني على انشغالي بالأشهر الماضية بزوجتي. ما أنكر أني أنا تغيبت كثير وأني كنت ما أكمل الدوام، وهذه أشياء لازم أعترف بها وهذا حق علي. طيب إذا كان هذا ذنب، أنا بعد سويت مثلك لظروف الحمل. اللي يريد أكده يا جماعة الخير أنكم ما قصرتوا، وعدم وجودكم في الشركة ما أثر بأي شيء، بالعكس أنت كنت تخلصوا المعاملات وأنت في البيت. ها حارب، ايش رايك في كلام ابو زاهر؟ انا ابغى اعرف انت ليش مكبر السالفه؟ لان السالفه كبيره وانت ومطر ادرى. صدقوني هو صاحب الفكره، قال لي النص بالنص. هذا يعني انكم كنتوا تتلاعبوا. عم حارب تكلم فهمنا. مطر هو اللي كان يستثمر الفلوس اللي حصلهن من المطالبات، وإذا ما صدقوني روحوا شوفوا حسابات البنوك. من غير ما نشوف ونسأل، نافع استلم من مطر كل المبالغ يا حارب. سويتها يا مطر؟ إيش المطلوب مننا الحين؟ هم سألوك أنت عن القروض اللي ماخذينها من البنوك بضمانة بعض الأراضي والمشاريع الخاصة بالشركة. نفع قاوبه هذا الحكيم قاوبه. أنا مستغرب منكم ترثين، أصلاً كل المشاريع والأراضي ملكيات وفلوس عندي أنا. سويتها وغطيت نفسك، عقب أسلم رقبتي لكساك واحد مثلك يا الغبي. أم سلام الحين ايش السالفة؟ السالفة كانت مجرد شك وتأكدنا منها الحين. نعم حارب ومطر كانوا يستثمرون اموال الشركة لحسابهم الخاص. نافع. نعم. حدد موعد الاجتماع السريع والقريب جدا حتى نعرف موقفهم قانونياً.